زايد، احداثه مستمره من خلال طبعا بعض الصالات المهمه لاعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد، سواء صاله السكواش وتنس الطاوله، صاله الكاراتيه، وصاله الجمباز، وحاجه شكلها اكثر من رائع. وكمان في مكان لجلوس الاعضاء زي ما حضراتكم شايفين كده، شكل مميز جدا. هنفضل مستمرين معاكم في هذا الحدث اول ما يكون في اي جديد عشان نوفي حضراتكم بيه اول باول. لكن خلينا نرجع لمرجعنا وتعليقنا على منتخبنا الوطني امبارح، ووصلنا عند مروان حمدي يعني. والناس كتير بتنتقد اللاعب بشكل مبالغ فيه وبشكل ممكن يأثر على اللاعب وينهي كاريره تماما. بنشوف ده بيحصل مع بعض اللاعبين، بيبقى فيه تنمر، بيبقى فيه انتقاد صعب جدا جدا جدا، تريقه يعني بشكل عام، وده امر غير مطلوب بالمره، لان في الاول وفي الاخر لعيب كوره يعني. فممكن المستويات تبقى متفاوته، لاعب جيد، لاعب مستواه مش قد كده، ممكن دلوقتي هو مش موفق، بعد كده يكون موفق ويبقى مميز جدا. فدايما الانتقاد لازم يكون انتقاد بناء بالنسبه لاداء اللاعبين او حتى الاجهزه الفنيه، عشان نحاول نساعد اللاعبين على التفوق بشكل اكبر واكبر. خليني كمان اتكلم معاكم بخصوص مباراه الجزائر والمغرب، وكانت ايه المتعه دي وايه الجمال ده، ومباراه كانت اكثر من رائعه، احلى مباراه في كاس العرب لحد دلوقتي في الحقيقه يعني. المنتخبين كبار، ولكن تتخيل ان المنتخبين دول بيلعبوا بالصف الثاني او بمعظم اللاعبين المحترفين ما كانوش موجودين، فبيلعب باللاعبين الموجودين في الدوريات العربيه يعني، والموجودين في الدوريات المحليه بتاعتهم. فاداء كان اكثر من رائع، مباراه انتهت بضربات الجزاء الترجيحيه بعد حتى في الاوقات الاضافيه اهداف اكثر من رائعه. جون بتاع البلايلي عالمي عالمي جدا، جون بدر بنون ارتقاء بضربه راسيه ممتازه، لكن المنتخب المغربي لم يوفق في ضربات الجزاء، وفاز المنتخب الجزائري عشان يقابل قطر في المباراه في دور نصف النهائي، ومصر مع تونس، وان شاء الله مصر تكون موفقه وتقابل الكسبان من الجزائر وقطر في المباراه النهائيه. لكن الشيء الملفت في الحقيقه ولازم نعلق عليه، وهو الاداء التحكيمي وكيفيه تطبيق تقنيه الفار في كاس العرب. يا راجل ما فيش غلطه واحده، غلطه واحده تطلعها من البطوله دي غلطه تحكيميه مستحيل، هتتعب عشان تلاقي، ولو لقيت غلطه مش هتكون مؤثره اصلا، مش هتحس بيها ولا هتاخد بالك منها. فبصراحه هي دروس مجانيه لحكامنا المصريين اللي بعافيه شويه، او مش عايز اقول بعافيه شويه، هم محتاجين يشتغلوا على نفسهم شويه، بعضهم مش كلهم، عشان اكون بتكلم بشكل يعني واضح يعني. ازاي تستخدم تقنيه الفار؟ امتى تروح؟ ازاي ما يبقاش عندك اي نوع من انواع الاحتواء او اي نوع من انواع العاطفه؟ شفنا ماتش قطر مع مين؟ مع الامارات في ربع النهائي، 5-0 لقطر الشوط الاول عادي جدا. لا بقى قال لك مانجمنت ولا اداره، وقت ده وقت الاداره، ولا ما فيش كلام ده، ما فيش الثقافه دي اصلا. ضربة جزاء ضربة جزاء، ضربة جزاء تاني هديها ضربة جزاء تاني، مفيش مشكلة. جون مش اوف سايد يبقى جون. ببص على الفار، باخد القرارات الصح. امال الفار بيعمل ايه؟ الفار بيساعدني. الفار بيخليني احاول اخرج باقل عدد ممكن من الاخطاء، واحاول ان هي ما تبقاش موجودة اصلا. بصراحة لحد دلوقتي هي مش موجودة. هي مش موجودة الاخطاء اصلا. بالتحديد الاخطاء التحكيمية يعني. فدروس مجانية في التحكيم لحكامنا المصريين، يا رب يكونوا استفادوا منها بشكل كامل يعني.